السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين كيف حالكم؟ عساكم طيبين مبسوطين مستانسين، أخوكم راكان قناتهم جيمز هنتر، حلقة جديدة وجيم بلاي جديدة، حلقة رقم 38. قول بسم الله تكون على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نهينا التور من حلقة راحت 419 AD بعد ولا قبل ميلاد، هذه كل مرة أنسى، before BC بعد AD، حلو، فهذه بعد الميلاد، يعني في نصرانية بعد ميلاد 419 سنة. طبعا نهينا التور، فجتنا في اشياء صارت قبل ما ابدأ تصوير، ان بيني وبينكم بدأت العب وانا ناسي اني اشغل برنامج تصوير وقاعد اتكلم وداخل الجو، بس اشي ما رحت بعيد استوعبت. فهذه التقريرين اللي صارت، في اثنين طلبوا مني سلام، واحد قبلت واحد رفضت، قبلت لهذا ورفضت لهذا. اوكي هذا باقي له دولة واحدة، خلينا نقلع. باقي له قصدي جيش واحد يعني، فما كيف الشيت ابوتهم. هذا الحكيم عطل الحكيم حقي، وهذا قاعدين نحاول نقنعه انه يعني يصير معانا، يعني يدخل معانا يصير تبعنا. اوكي يقول نجح، ما ادري والله، ماني شايف اي نجاح. طيب الشيء اللي انا خايف منه هذا، لا يكون سوى سلام مع ما، وايش السالفه، وين ايش قاعدين يسوون دول؟ لا والله لازم داخل الحرم. The pleasures of my household are yours to enjoy. First though, the necessary burdens of diplomacy. رغم اني داخل اراضيه. In my lord's name. ايوه طبعا سويت تطويرات هذه، رفعت سرعة الخيالة. سوين الجيش حقهم يا ناس؟ معقوله ما راح الجيوش اللي هنا؟ اقسم ايش قاعد يسوي يا رجال، لحسوني ذا، ما ادري ايش قاعد يسوون. ادخل هنا بس باليمن واحارب الفرس. بس انا ودي ادافع عن هذا طبعا، والله ما ادري ايش قاعدين يسوون. خلنا مكبرين هنا. انا غلطان اني سويت you have my full attention. My ears await your words as willing slaves. انا غلطان اني يعني شلت الديفنسف الاينز، لانه الديفنسف الاينز بيساعدني في الجيوش، الحين ما راح استفيد اي شيء، يعني لازم استناهم يتحاربون وبعدين انا ايش اخش ومدري ايش زي كذا. عموما هذا قاعد يحاصر المدينة ذي ولا فرصتنا نستعبد الشعب ذا. هذا الجيش حقه وش فيه متسمم مدري ايش، ماكل تبن. والله اكل تبن الحلقة اللي راحت. ما شاء الله تبارك الله، ايش مسافة المشي الجبارة هذه، ما شاء الله تبارك الله. Settlement.
ساك ثم ريز. ايه زين عشان ما نسمح لهذا يتوسع اكثر يكون عنده مدينة واحدة بس هذا عنده مدينتين مو واحدة ما نسمح له يتوسع اكثر. طبعا هذا القوقاز ففي التاريخ الحقيقي طبعا القوقاز تم تدميرها من قبائل الهن. اوكي فهو ايش مبسوط مني شوية الحين لاني قاعد احارب الشعب هذا الكارتلي بس طبعا انا ايش ما همني ايش بيسوي شايفين كيف همني ايش يسوي مقاليع. واحد قال انها تاخذ من هذا ترابيزوس تاخذ من الدخل بشكل كبير ادري تاخذ حوالي 1100 بعد مو بس 1000. هذا الجيش راح يستمر في دعس الشعوب هذه كارتلي نمسح كارتلي بالكامل لان نستعبدها يعني. قوقاز نبغى نستعبد القوقاز. وين القوقاز؟ اضغط عليه بس مدينتين منعناه انه يتوسع. شوف يا صاحبي ابغاك تجي ابغاك تجي هنا ايوه طيب نحتاج نكمبر تورن زيادة داخل أراضي خوينا عشان الدم يرجع بالكامل. نقدر نطلع الوحدة دي بيرشن ماونتد وور باند صراحة بطلعها لأنها مرة ممتازة أحس أنها زينة. و بنحاول نسرح المرتزقة. والله المقاليع غالية صراحة احنا لو بدينا نطلع مقاليع كان يا ليت والله. أماكن أم الدخل فالدخل طبعا الان الدخل الان طايح صار بالسالب لانه الجيش هذا واقف الجيش هذا واقف بنحتاج يكون معاه مقلاع لان المدينة هذه فيها سور والمدينة هذه فيها كذلك لا هذا ما فيه هذيك فيها سور. والجاسوس مثل ما قلنا دائما نخليه قدام الجيش. واخيرا كارتلي صار عنده جيوش. اخيرا هذا جيوش كارتلي عنده جنود زي حقتنا عنده هذا الجنود وش ذي سوغداين ووريرز ميديم مليون انفنتري كم عنده مدينة ذا كارتلي 5 1 2 3 و4 معناته في 5 اللي هي هذه اتوقع يب يب هذه المقاطعة هذه تبع هذا اتوقع هذا الكارتلي هذيك لا هذا الكارتلي فهذا الجيش الوحيد اللي اكتشفناه الى الان. هذا العاصمة حق كارتلي ما فيها الا الضعوي وهنا عنده برضه خرابيط جيوش ابو كلب كلها مرتزقة ذي مشنري 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 لا هذه قوية هذه شيء يعني يجي منها بس هذه مرتزقة مرتزقة حتى ذي مرتزقة الباقي الظاهر كله مرتزقة مرتزقة ولاهم ضعيف في المعارك يعني. وهذا العاصمة الحين حلوين حلوين طيب مباني كيف الوضع الحين هذا الرويال يورت مشوار ترابيزوس I am here then.
speak your words. And ما ينفع إلا استعباد. هذا اللي بنسويه إن شاء الله. هذول عندهم مقلاع heavy artillery large أنا قال 400 مثلا عندهم. حلو حلو حلو. هذا الجيش معدوم أبوه. طيب أنا المين هذا دخل المدن. الله عندهم فلوس الفرس، أعلى ناس بالفلوس الفرس. جايينكم يا حلوين بالطريق بالطريق. بنطلع جيش ثالث هنا إن شاء الله، حيكون يعني رابع مو ثالث. طيب طيب أتوقع هذا كله نقدر نسويه. التورن هذا كل الفرس زعلانين مني، داسي زعلانة. هذا فرندلي ما مروق. Welcome worthy friend. Let us pray. هذا بيموت. هذول مو مرة مبسوطين لأنه يكره فيزيكوث. وفيزيكوث مبسوط مني طبعا لأني يعني قاعد أحارب الساسانيد. My friend, we welcome the blessings of Christ the Savior to you. مستعد يعطيني فلوس بعد فيزيكوث. طبعا أحتاج فيزيكوث أنا من أول. أنا صراحة يعني تعاملي استعبادي له كان مفيد. العبد الوحيد ترى، الدولة المستعمرة الوحيدة هي اللي فايدتني ترى. شوف عندهم جيشين جاء معاي لين هناك ترى، والحين شوف جاي هنا. توقع داخل في حرب مع هنا، في طاختيخ قاعد يصير الحين لو تلاحظون. إيطاليا جاي هنا، وشوف بنتس شوف جيوشهم كيف صار، ومقدونيا وذا كبرت الدنيا كبرت. ففيزيغوث طبعا بونتوس داخلين في حرب مع الخريطة كلها، متحالفين مع فيزيغوث. حلو، متناقضين ذا البونتوس. انا قاعد احاول افهم وش شلون يفكرون. ايه اوكي طيب، مو داخلين ضد هذا الشعب. اوكي مو داخلين ضد ايطاليا. ايش الجلتش ذا؟ There's a good pork roasting for you and better ale. ابغى بنتس يجلدون هذا. Your people's reputation goes before you. Find a welcome here and speak as you wish. طبعا مبسوطين من هم من بونتوس لانه نفس الديانه. طيب مقدونيا. Hail! As requested, I give ear to your just and undoubtedly. ما حد راضي يجلد هذول الزلايف. لا يتحالفون بس. Ready for action. وهذا قلنا أقسم ما يبغى يجيب البر. Greetings my friend, greetings. I tingle with anticipation of your noble and worthy words. والله ما في أمل ميلتري ألاينس. ميلتري ألاينس صعبة تجي على طول، لكن ديفنسيف ألاينس يعني لو قلنا 1000 مثلا 1500 مستعد ادفع ديفنسيف ألاينس ممكن. ما يبغى
طيب عشان اوكي مو مشكلة نقدر نضبطها بدون ان ما ندفع له ولا شيء نقدر نضبطها. الفرانكس الساكسونز اللونج بيج ساسانيد امباير والله لطيح هذا الامباير ذي على وجهه. ايه هذا الظاهر بدأ يحاصر المدينة دي ولا رجعت الجيوش ولا وش السالفة وش كنت يسوون ذولا لا احس مخي والله لهم حلقتين رايحين جايين رايحين جايين هذه الحلقة الثالثة والله ذا الروم امرهم عجيب صراحة والله ما ادري ايش قاعدين يسوون. When you stand idle, do these insolent dogs stir nothing in your bellies? Are you turned into women? يقول لي ايش فيك خايف من ذا ترى بنعطيك الف وخش ضده في حرب يا رجال روح. شوف قايل لكم ابازقي ترى والله ابازقي بطل بس هو يخاف من التحركات اللي جنبه فهو يوم كنت فعل صديقه دخلت اراضيه وانا ما عندي ميثاق دخول اراضي ما بدي نعطيه ميثاق دخول اراضي لانه مو موجود اصلا فقلت استعبده احسن بيفيدني هذا بازقة بيفيدني فايدة غير طبيعية. دخل ارتفع شكله ما اخذ الحكيم حقنا تريبيوت ريفا greetings I have brought a gift from my people in order that we may improve relation. ريفا هذا احد الجنرالات عندي وجاب هدية للملك engage in faction politics to deal with your subject. الله يا الروم الله يا الروم قول استعبد اقسم بس مو موضوع سهل استعباد اقسم. اطير ذي بعدين اطير ذي بعدين اطير ذي شو هذا البطل اللي مع الجيش اوكي يا رجال طز فهنا خلنا نحاول نذبحه ولكن قلع عيشي انا عطلت انا من اول المفروض نذبحه. طيب هذا ريفا ريفا طبعا هو هنا الظاهر ولا ما ادري والله كلهم اجنور هم اكسبت ذا جفت فخذ الهدية منه. اعتلا الله يا هيبة ذا الانسان. اسمعوا انا اقسم برضو يعني استعباده ما سهل متأكد اني موست اكسلنت متأكد لا تنسون هنا ترى موجودين ذولاك الفرس الى الان الجيش دائما يستفيد منه اي شيء بس بخليه حارب مع شعبين ما لنا دخل فيهم. اكتشفنا جاسوس تبع هذا احد الشعوب التابعة المستعبدة ساسانيه طيروا المدينة دي حقت كارتلي كارتلي بدأ يموت كارتلي بدأ يحتضر صارت ثلاث مدن فقط حلو انسحب 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 بسرعة نحاش يا ولد نحاش يعني بقى ثلاث مدن ذي حلوين فنبي نتوسع هنا بعدين هنا انتقلت شوي طايح بس عشان المباني
سوي الحركة الحلوة اللي اعطاني اياها احد الشباب بالتعليقات، كليك يمين على الجيش ومشي. هذا برضه ما راح يوقف الهبالة حقته دي، مصر الا ياخذ المدينة ذيك، مصر الا ياخذ ذيك المدينة. وضعي تمام. رخيصة وممتازة الوحدات. هذا الجيش قاعدين نبني فيه. هذا اللي نختار منه، هذه ولا ذي؟ اللانسر انكامبمنت ولا الارتري رينج؟ طيب نعرف وش هو. هذا لسه ما وصلناه مستوى الثالث. لا انت مو مستوى الثالث، هذا المفروض يمشي على اللانسر اللي بيطلعون الهانكس بي اللانسنج والستيب لانسنج، والثاني ذاك نمشي على الارتر نطلع نوبل. اوكي طيب اسمع، انت خلك بالهذا، ما عندنا نبنيها اثنين مع بعض لانها غالية، وانت ذاك الارشري. ايوه اسمه الحين بعدين. فوت زين عندنا ما يحتاج. هذا طلع الجيش من هنا، ما ادري وين وداه. بنبدا الان هنا من جد من الحلقه هذه نبدا نتمرد في اراضيهم. المدينه ذي تقول تعالوا خذوني، ما عندنا مدينتين فرصه ناخذها. تورن هذا ليش كذا؟ ايش فيه؟ كأني طلعت خيال هنا وما جت. غريبة مسافة المشي انه في نهار. طيب شوف عبور النهر يبهثل. هذا مدينة بسور، هذا الحين الصغيرة ذي بسور. نجيب طيب بنسقط من الجيش ذا بعدين. طيب بعد ما نستعبد الجيش ذا الشعب ذا بنطلع ان شاء الله الجيش الثالث باذن الله تعالى، لان وضعنا ممتاز. هذا الحين ناوي يشرع على ذاك. اي على الشعب ذا ناوي يشرع، حاطه براسه من اول. هذول بدأوا يكبرون من جديد، بالتالي كل ما يكبرون الكلاين ستيت تجيني فلوس اكثر، عشان كذا ارتفع الدخل، لانه اكيد اخذوا لهم مدينه ولا شيء. شوف كيف يعني، فالاستعباد مهم، كلاين ستيت مهم. يعني احنا نجيب واحد جديد ان شاء الله. فيزيغوث، اوسترغوث، فرانكس، ساكسونز، ساسانيد اجل هجموا على اللو. يطيرونهم ذي بعد.
ساسانيد طبع على كورتري الحين طبة محترمة. هذا شيء مو حلو مرة يعني، بس الجيش دي الظاهر جاي علي لان انا في الصحراء واقف الحين. نشوف الجاسوس موجود عندي بيشوف الحين تحركاته. هذا ناوي شر، حلو انه يحاربهم عشان لا يتوسعون كثير يقلبون علينا بعدين. حلو انه يكون بينهم اعداء يتضاربون. كورت اللي مو تبقس الا تشوت. طب طبتي عليه كانت غير متوقع نهائيا، احس اني بجي بتحالف وذا اجي استعبد انا بس. مقدونيا ليش قاعد يهبب؟ حارب جيش هنا فاز عليه. ايطاليا هذا ما ادري ايش قاعد يسوي. طيب اوه شوف السلام، ايستر رومان امباير تسلى ايش ذا، سوى سلام مع امبراطورية الساسانيد وحلفائهم كلهم يعني الدولة التابعة لهم كلهم. فشل الجاسوس حقهم. هذا قاعد يسوي لقاءات سرية أحد السياسيين اللي عندنا. brought your attention that your rivals have been meeting in the shadows. your rivals لا يقول هذا أحد الجواسيس تبعين لي يقول إنه التحالفات اللي معاك قاعدين ما في تحالفات يعني ناس تحتي قاعدين يبغوا يسوون خطة عليه. the only common cause that could bring them together is their hatred of you يكرهوني. engage fashion faction basic to deal with your loyal servant have brought your attention that your rivals have been meeting in the shadow. disrupt the plot employ them kill them anyway اذبحهم. How can I help? Gods be praised. Excitement. Gods be praised. How can I help? Is there nothing else? Are you sure that's all? هيقعدون رايحين جايين يعني. هذا لو هجمت عليه مليون بالمئة بنسحب من الخلف. شو القمط هذا ماشي أربع جيوش ورا بعض. يا ليل أبو نمبة. لأنه مو مارش فلو جيت عليه بيرجع ورا أكيد. كامبر ما عليك. وبالعني اسوي السلام لانه في جيشين هنا خايفين يطبون عليهم. ايش يبي ذا؟ عطني ذا الجاسوس وجبلي. ايه جاء الشتاء. المدينة تحت الحصار. طيب لا تتحرك. خلاص الجيش ذا بنرجع هنا ما داعي. هنا ترابزوس رايحت لذا. Before you say anything, know that I have an
حرق وزرف 3600 اخذنا. لسه بنجيك الحين يا بابا، تور جاي ان شاء الله، خلي الشتاء يروح. بس تم الزرف. Ready for battle. Why be praised? How can I help? هذا الجيش ما بدي يطلع، هذا اللي بدي يطلع. طيب بدنا نطلع جيش جديد. ايه بدنا نطلع جيش جديد. انا مهارة الجيش السابق شفت شلون. ميشن سكسيد يقول لك كول تو ارمز. ايه هذا المهمة اللي جتني ما قريتها، يقول لك ريزن ارمي طلع جيش خلال 6 تورنات ونعطيك خبرة لكل الوحدات تطلعها في هذا الجيش او اي جيش ثاني بقيادة تتلى. طبعا مطلعينه وان شاء الله هذا الجيش اللي بنسوي فيه الشغل المحترم. اوكي ممتاز.